طب يا ماما، وانا برضو المشوار طويل قوي عليا، انا تعبت بجد. مالكو؟ خير؟ متضايقين كده ليه؟ يا بابا انا على طول رايحة متأخر، وكل المدرسين بيقعدوا يزعقولي، وكل ده بسبب ان الطريق بياخد وقت طويل قوي. المدرسة بعيدة جدا جدا عن البيت يا بابا. طب ونعمل ايه؟ انا حاولت اوديكي انضف مدرسة موجودة. انا عارفة ان هي مدرسة نظيفة ومدرسة حلوة جدا، بس بجد الطريق بعيد قوي، انا بتعب، لازم تشوفولي حل. ايوه، احنا لازم نشوف حل فعلا. مفيش اي حل، هنعمل ايه يعني؟ حتى مش ده نتنقل بين البيت. اكيد في حل غير ان احنا ننقل من البيت. ممكن في 1000% في حل اكيد. مثلا لو شافت واحدة من صحابها بيتها قريب من المدرسة واتبات معاها، دي هتكون فكرة ممتازة ومش مكلفة خالص. صح يا بابا، ماما ايه رأيك؟ كل اصحابي بيتهم قريب من المدرسه، فهقدر اقعد مع اي واحده منهم. أيوة، بجد فكره حلوه جدا دي، بجد احنا زي ما فكرناش فيها قبل كده. انتي ايه رايك يا ملك؟ مش عارفه، حاسه ان الفكره حلوه جدا. انا بسالك انتي ايه رايك؟ جميل، وانا خلاص موافقه. طيب لو كده هدخل اكلم صحابي واقول لهم ان انا ممكن ابات عندهم. اخيرا ماما وبابا شافوا حل للموضوع ده، انا بجد مبسوطه. اخيرا اخيرا مش هتبهدل، ولا هفضل بدور على ازاي انا مواصلات توديني للبيت بعيد للمدرسه وهي بعيده قوي كده. اخيرا لو فعلا بيت عند حد من اصحابي هيبقى الموضوع احسن بكتير واسهل، والطريق كده هيختصر كتير، لان انا هبقى بايته جنبهم اصلا وهم جنب المدرسه كلهم. هروح اكلم اي واحده من اللي بيتها جنب المدرسه. اعتقد كده ان انا حلت لكم المشكلة خالص، صح ولا ايه؟ ايوه صح. سلام. ماشي يا ماما، سلامة. هروح النهاردة المدرسة بقى وهبات عند صاحبتي. تمام، ماشي، يلا سلام. بس صاحبتك مين؟ هبات عند آية يا ماما، طيب خلاص روحي. مع السلامة. يا رب ما كنتش متأخرة زي كل مرة، أنا زهقت بجد من التهزيق. ملك، ملك، انت كنت متأخر زي كل يوم. في حد يجي المدرسة الساعة 8:30؟ في حد يجي الساعة 8:30 في مدرسة زي دي؟ لا حول ولا قوة أنا إلا بجد بالله، مش فاهم في أسفة، إيه. أنا بجد أسفة، أنا بنزل من المدرسة الساعة 5، أنا أسفة أوي. طب بجد يعني أبوك وأمك عارفين إن انت بتيجي متأخر أوي كده؟ ايوه ماما وبابا عارفين، انا بقول لحضرتك أنا لازم أبلغهم. هي مستر البيت بعيد قوي عن المدرسه، بعيد جدا. طب ادخلي ادخلي. انا اسفه بجد، اخر مره. تمام، ادخلي بسرعة الحقي يا الحصة. حاضر. ادخلي يا ملك. صباح الخير يا ميس، انا بجد اسفه قوي على صباح التاخير. الخير، الساعة 8:30. ادخلي. انا اسفه قوي يا ميس. مالك ايه التاخير ده كله؟ مش عارفة ان بيتي بعيد قوي عن المدرسة. عارفة خش بقى ركزوا. فلو كده بقى انا هضطر ابات عندك النهاردة، طيب ماشي مش ولا ايه؟ مشكلة، ده انا هفرح قوي. طب مش هتكلمي مامتك تسألي؟ احنا عارفة ان انا رخمة، بس بجد انا مضطرة. لا لا انا، انتي مش رخمة خالص. انت عارفة ان البيت بعيد جدا يا ايه. شكرا ليكي. العفو، ما انا قايلة لماما من امبارح. ما انتي امبارح كلمتيني ولا ايه؟ ايوه عارفه ان انا امبارح كلمتك، بس انا متوتره قوي من الموضوع، لا خايفه لا اكون رخمه. هي قالت ماشي وكل حاجة مظبوطة. عايزة تعالي؟ ماشي، شكرا قوي. مش العفو. يلا يا ملك، جايه جايه يا ايه، يلا بينا يلا عشان نروح.
انتي تغير لبسك ولا ايه؟ هغير بس اتعود بس على البيت، اصلي بصراحة يعني محرجة شوية. لا لا عادي، كأن البيت بيتك شكرا قوي يا ايه، انا بحبك جدا، انتي افضل صاحبة عندي. عادي. ماشي هغير. هطلع بره بقى. تمام. يلا يا ايه يلا عشان نروح على بيتك، انا مستعجلة بقى، يلا عشان نروح بجد، النهاردة تعبانة. انا عايزه اقول لك حاجه، مالك؟ انا اسفه ان انا ما قلتلكيش، بس في ضيوف جايين عندنا النهارده وهيباتوا عندنا يومين، ومش هتقدري تباتي عندنا. اسفه قوي قوي بجد. عادي 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 يا طيب ايه. انا اسفه قوي لو ضايقتك. لا 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 مفيش حاجة، طيب هتباتي فين؟ طيب هتروحي عند مامتك وباباكي؟ مش عارفة هرجع البيت ولا ايه. ملك ايه، ازيكم؟ اه الحمد اهلا لله يا الحمد لله. سارة. اهلا يا ملك، انا سمعت انتوا بتتكلموا في ايه. على ايه؟ ايه احنا مش بنتكلم على حاجة. انا عارفه ان ملك بيتها بعيد وصعب ان هي تيجي المدرسه، وعارفه ان هي بتبات عندك يا ايه بقالها كام يوم. صح بصراحة، ايوه هو ده اللي بيحصل. كمان عندي فكره، ما بانك مش هتعرفي تاخديها النهارده، اتفضلي. حارس المدرسه محمود هيمشي النهارده. ايوه انا مسافر وهيرجع بعد اسبوع تقريبا. ايوه مظبوط، هرجع البلد بتاعتنا. في حاجه ولا ايه؟ كنت هقول لملك تبات في المكان اللي انت بتبات فيه. ايه ده يا ميس ساره، مش صعب كده شويه عليها؟ المكان صعب عليها شويه، مقدر متاكد ان هم مش هيعرفوا يروحوا يعني او يقعدوا فيه. ليه هو في ايه؟ مش المكان ده في المدرسة؟ ايوه انا عارفة ان حضرتك بتبات في الجاردن بتاعة المدرسة. طيب خلاص براحتكم. طب اديها المفتاح بقى يا محمود. طيب ماشي ماشي، اديها الملك. ايوه. طب مالك، ايه رأيك ابات معاكي؟ ايه ده بجد؟ ايوه بلا، انتي مش هتسيبي كده تقعدي لوحدك. ماشي ايه، شكرا قوي. ماشي. طيب تمام خلاص، اديهولهم يا محمود. طيب خلاص حاضر، وانا هروح اقول لمدير المدرسة. هو ده مكاني، هو ده، انا بنام هنا وبس يعني، وبقعد. طيب حلو قوي، هنقعد فيه. ماشي انا متشكرة قوي. ممكن تقعدوا هنا وتناموا هنا، ماشي كده، كده والكنبة احنا دي مش ممكن هنحتاج تناموا عليها كمان غير هنقع عليها وهنقعد. كده. تمام. تمام شكرا قوي. كده كده الصبح هيبقى في مدرسة، احنا بس هننام هنا. بس صح. ولا مش مهم، خلاص خلاص، سلام، يلا سلام. ماشي سلام. بصراحة الحارس محمود ده انا بحبه جدا، ده طيب جدا. ايوه وجاب لنا بيت حلو قوي، بيته مش بيت. عارفه بس هو حلو يعني. مالك انا خلاص مش قادره، انا هنام. انتي هتنامي على السرير ولا على الكنبه؟ انا مش عارفه، شوفي انت عايزه تنامي فين وانا انتي هنام الناحيه. هتنامي فين؟ هما الاثنين اكيد يا بنتي هيروحوا قولي انت يعني. عايزه تنامي فين. قولي انتي. خلاص نمشيها يوم ويوم. انت النهارده هتنامي على ايه؟ النهارده على الكنبه. طيب وانت نامي على السرير. ليه؟ عادي عشان انا هسهر شويه. طيب ايه ده، مين اللي بيرن دلوقتي؟ ايه الرقم ده؟ ارد ولا ايه؟ ارد. الو 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 يا ملك يا حبيبتي. مين؟ انا البواب محمود، اهلا يا عم. حارس المدرسة. اهلا اهلا. بصراحة كده انا بعد ما وصلت ضميري أنبني قوي، لاني كنت عايز اقول لكم حاجة كده وترددت ان انا اقولها لكم ولا لا. اتفضل. طيب في مشكلة؟ لازم هنمشي من هنا او حاجة؟
قول في ايه؟ لا لا، حاجة بخصوص حاجة تانية. طيب اتفضل. بصي، ما تفتحيش الستارة دي خالص، الستارة الوحيدة اللي في الأوضة، اوعي تفتحيها، وما تبصيش خالص عند ناحية الإزاز اللي على الشمال. ليه؟ في حاجة؟ لا بس ما تبصيش يعني. طيب خلاص أنا مش هبص. طيب يلا، عايزة حاجة يا حبيبتي؟ لا لا، سلام 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 سلام. سلام يا مال. آليا آليا اصحي، يا آليا اصحي في ايه؟ اصحي آليا، محمود كلمني دلوقتي وقال لي ايه؟ وقال لي اوعي تبصي من الشبابيك اللي جنبنا ولا اي حاجه، ولا نفتح الستاره. ليه؟ تعالي، مش عارفه شكله كان بيه حاجه، وانا الصراحه ايوه مش قادره امسك نفسي. ايوه ايش بنت، بس حد يصحي كده حد يا ملك. انا تعالي بس. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت شايفه انا شكلي ايه؟ ايوه، ده ايه الصوت ده؟ ده بير. انا ما كنتش اعرف ان مدرستنا فيها بير اصلا في وانا الجنينه بتاعتها. طب تعالي نشوف. لا نشوف ايه يا بنتي؟ الصبح احسن بقى. لا لا دلوقتي، لا دلوقتي لا طبعا. ليه؟ شكله مرعب قوي. بعدين شكله، بصي، حواليه ورق شجر غريب، وهو اللي حواليه تراب غريب. هو الورق الشجر اصلا جاي منين؟ مش عارفه. بقول لك ايه، انا خفت وتوترت. خلاص تعالي ننام. ماشي، ننام احسن دلوقتي. يلا الصبح لازم نشوف. ماشي، يعني صحيتي على الفاضي. ما اتاكدت وفرحت خلاص وضميري بتحكي. طيب يلا، صباح الخير. انت من اهل غريبة قوي، ايه المكان ده؟ اول مرة اعرف ان المدرسة فيها بير، مش حد بيتكلم عنه ليه؟ وكمان ايه، محمود كان خايف قوي وهو بيقول لنا عليه. هو البير دي فيه سر او حاجة كده؟ عطشان قوي، او مشرب ميه. ايه 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 ايه، راحت فين دي؟ ايه ايه، ايه ده؟ هي اللي بتعمله بره دي، وكمان هي اللي ليه بتلف حبل على نفسها؟ هي مجنونه ولا ايه؟ ايه تشاوري على ايه؟ انا تعبت. اعمل ايه؟ هكون شبيه بتشاور على ايه؟ انا خايفه جدا. طب اطلع اجرب هي بتشوف على ايه. انا مش فاهمه حاجه. اهدي بقى. انا خايفه هي بتشاور على ايه؟ انا خايفه. ايه ده؟ ايه النوت دي؟ معقوله هي دي اللي بتشاور عليها؟ انا خايفه انها تدخل جوه. ايه ده بقى؟ دي آية نامت. آية ولا سيبها؟ لأ خلاص هسيبها. أنا خايفة أوي. النوت دي ازاي جت؟ وبعدين بتاعت مين؟ مكتوب عليها اسم. ايه ده، أنا متهيألي سمعت الاسم ده قبل كده. ده اسم حارس المدرسة من زمان أوي، أول حارس مدرسة جابوه تقريبا. أيوة مكتوب إنها قصة البير. أقراها ولا ايه؟ أنا خايفة جدا. خلاص هقراها بسرعة. قصة البير دي طلعت مرعبة قوي كده ازاي؟ يعني البير ده الناس اللي كانوا بيحفروه هنا زمان قبل ما تكون دي كانت مدرسة، وقعوا جواه وماتوا جواه، وارواحهم كلها اتفضلت موجودة حوالين البير. بعدين هما جم بنوا مدرسة، وكل طلاب المدرسة اللي هنا
كانوا على طول بيختفوا حوالين البير لغاية ما قرروا يجيبوا حارس للبير، وبعدين هو نفسه اختفى، ما بقوش عارفين يعملوا ايه لغاية ما عينوا الحارس اللي هو محمود ده من زمان قوي هنا. وبعد كده انا فهمت تقريبا القصة، هو بدأ يخاف على اي حد يقرب من البلكونة، وهو نفسه ما بقاش يبص على البير علشان يبعد اي حد انه يختفي في البير. يعني ممكن ايه تختفي؟ انا لازم استنى الصبح واقول لهم على كل اللي بيحصل. ملك ويا آية، أنا مش قلت لكم ما تبصوش هنا خالص ولا تيجوا عند ناحية البير ده خالص، أنتوا إيه اللي جابكوا هنا؟ أسفة أسفة أوي. أنا مش فاهم إيه اللي أنتوا عملتوه ده؟ يا رب آية تبقى كويسة. أنا ملك وآية، لو أعرف إن أنتوا كويسين؟ المدرسة فيها بير زي آية ده آية، مش هيحصل حاجة سوى البير ده تاني إن شاء الله، وآية هتكون كويسة، وإحنا دلوقتي هنكمل في المدرسة عادي جدا. منتصف الليل أذان المغرب. انتي غايبية، في حاجة اسمها منتصف الليل أذان المغرب؟